ولمزيد من النقاش حول العقوبات الأمريكية على الميليشيات ومحاولات السودان إثناء واشنطن عنها، ينضم إلينا عبر سكايب من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي السيد فاروق فتيان الراوي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الرافدين. بماذا تفسر عدم موافقة أو رفض واشنطن للخوض في أي نقاشات مع حكومة السودان بشأن رفع العقوبات عن عدد من قادة الميليشيات؟ يعني بالبداية قبل أن نبحث هذا الموضوع، نبحث فيه والقرار اللي صادر، من هم الأشخاص أو من هم الذي يشملهم قانون فرض العقوبات؟ إذا أردنا نحسبهم هم على عدد الأصابع، وهذه أعتقد أنه مسألة غير جدية. الأمريكان غير جديين في فرض عقوبات على، لأنه إذا استعرضنا بعض الأسماء، إذا كان قيس الخزعلي أو ليث الخزعلي أو ريان الكلداني أو أحمد الجبوري أبو مازن أو أبو زينب اللامي، هؤلاء لا زالوا يحظون بكل السلطات في العراق ويتمتعون بامتيازاتهم ويلتقون بممثلة الأمين العام للأمم المتحدة والسفارة الأمريكية على بعد أمتار منهم. فأنا أعتقد أنه هذه العقوبات هي بالاسم فقط. هذا أمر مهم. طيب، وطالما أنها بالاسم، ما هذا النوع من، هل هي مسرحية مثلا؟ نعم، هي هو الموضوع بالكامل. يعني حتى العقوبات المفروضة على إيران، إذا جينا العقوبات اللي هي أقوى من هذه العقوبات المفروضة، لو قارنا ما بين العقوبات التي كانت مفروضة على العراق بعد 90، بعد 91، والعقوبات المفروضة على إيران، العراق طبق في التسعينات طبق بحق حصار كامل في كل شيء، طبقتها الدول العربية المجاورة، طبقتها الدول الإسلامية، طبقتها دول العالم بالأكمل. لولا اتفاقية النفط مقابل الغذاء والدواء كانت المجاعات تجتاح العراق، وآلاف الأطفال ماتوا، والمستشفيات كانت تفتقر إلى الدواء والغذاء. ولكن الآن لو نظرنا إلى العقوبات المفروضة على هؤلاء الأشخاص، هي عقوبات بالاسم. يعني لما يكون نفس الشخص المفروض عليه العقوبات قيس الخزعلي هو مشارك في السلطة وهو مساهم في السلطة وهو يتمتع بحمايات، وعندما يتجول في بغداد يتجول بسيارات وحمايات كبيرة، ونفس الشيء بالنسبة إلى ريان الكلداني أو إلى أحمد أبو مازن، ومستمرين في فسادهم وفي قوتهم وفي الألوية اللي يمثلوها. نعم، مصدر دبلوماسي كشف أن السوداني كان يأمل بإقناع الأمريكيين بخطأ خطوات ترامب التصعيدية. لماذا يستميت السوداني في رفع تلك العقوبات، محاولة رفعها؟ هو السوداني واحد من نفس المجموعة. يعني التكتل الموجود الآن الداعم للحكومة هي نفس المجموعة، الإطار التنسيقي، معظم هؤلاء هم جميعهم بدون استثناء هم من ضمن الإطار التنسيقي، ولذلك هو يعمل على أن يحصل على عندما يعمل على رفع العقوبات عن هؤلاء حتى يستطيع أن يقول أنني حققت نصر لهذه المجموعة وحققت شيء إيجابي لهذه المجموعة. لا ننسى أنه القرارات اللي صدرت في عهد ترامب، يعني عام 2018 و2019، ولكن بايدن سهل الكثير من الأمور، وقبل أوباما، يعني سلطات أوباما وسلطات بايدن سمحت لإيران ولأنصار إيران ولمجموعة إيران في التغلغل وفي استغلال قواتها في داخل العراق وخارج العراق. نعم. طيب، هل تتوقع أن يتأثر السوداني شخصيا عند الإبقاء على تلك العقوبات، لأن هذه القيادات، قيادة الميليشيات، ركيزة أساسية في الإطار التنسيقي؟ لا أعتقد أن هذه العقوبات تشكل، ربما تشكل فقط
إذا أراد أن يسافر إلى أحد الدول الأوروبية ربما هو محظور عليه السفر إلى هذه الدول، ولكن يتجولون في أغلب الدول اللي المجاورة وإلى إيران وإلى في داخل العراق، ليس عليهم حظر كما موجود. يعني العقوبات عندما تكون هناك عقوبة بحق شخص معين تعمل السلطات، عندما نرى السفيرة الأمريكية تتجول وتلتقي في قادة الحشد وتلتقي في قادة الإطار التنسيقي، وهؤلاء جميعا هم من ضمن الإطار التنسيقي. هذا لا يعني كنت أسأل عن مدى تأثر السوداني شخصيا، لكن على أي حال هل تعتقد بأن العقوبات التي تطبق ولا تزال على قيادات في الحرس الثوري وميليشيا حزب الله قد حققت الهدف منها؟ لا أعتقد، لا أعتقد هناك جدية، ولذلك التغلغل الحشد موجود في عموم العراق باستثناء منطقة كردستان. يعني كنا نعرف أنه الحشد ينتشر في نينوى وفي صلاح الدين وفي ديالى وفي الأنبار وعلى الحدود قرب الأردن وقرب السعودية، ونفس الشيء في الحشد ينتشر وحزب الله في سوريا وفي اليمن، وسلطاتهم تتغلغل في هذه الدول. لبنان حزب الله لم يتأثر، لا زال هو العنصر الفاعل في هذه الدول. لذلك نعم هناك بعض القيود مثل ما ذكرت، ربما القيود في السفر والقيود في تحرك الأموال، ولكن هم يتمتعون بقوة وبدعم من قبل القوة المتحالفة معهم. نعم، ولذلك السوداني كونه لا يمتلك ميليشيات ولا يمتلك حزب قوي ممكن أن يسنده، يسعى لأن يحقق عمل إيجابي لصالح هذه القوة كي تدعم مستقبلا. نعم، إذا قضية العقوبات هي قضية لا تعد عن كونها لعبة بشكل أو بآخر وليست حقيقية، وبالتالي الحديث عن رفع العقوبات وما إلى ذلك هو حديث يعني ليس مهما. لا ليس مهما، أنا باعتقادي ليس مهما، ولا وحتى لو الآن تجري مقابلة مع أي شخص من هؤلاء يستطيع أن يقول لك وماذا تعني العقوبات، أنا حر في تصرفي وحر في قراري وحر في تحركي، وأمتلك الميليشيات وأمتلك الحشد وأمتلك قوات تحت لوائي، فلذلك مستمرين. هو العقوبات فرضت عليهم بأسباب انتهاكهم حقوق الإنسان وللفساد المالي والإداري. لا زالت الانتهاكات ترتكب في حق العراقيين، ولا زال الفساد المالي والإداري ليس فقط من هؤلاء اللي هم المفروض عليهم العقوبات لا يشكلون عدد الأصابع، ولكن السلطة بكاملها. يعني أحد رئيس الإطار التنسيقي نور المالكي عليه من الملفات سواء كان بالفساد أو بالانتهاك خلال فترة حكم 8 سنوات، الفساد الإداري والمالي والقتل وانتهاك الحقوق الإنسان في أكثر من محافظة، وضرب لا زال ضرب ثوار تشرين. من حقق مع من الذي قتل أكثر من 1000 عراقي في من ثوار تشرين؟ إذن هي لعبة. أنا باعتقادي هذه العقوبات لعبة. ريان الكلداني لا زال يتمتع بسلطته ويتجول ومع قواته ومع شكرا لك الدبلوماسي والأكاديمي العراقي فاروق فتيان الراوي، شكرا لك.